هناك الكثير من الأمور التي قد نجهلها، ومن المؤكد أنك ستندهش من عدد الحقائق الغريبة التي لم تكن تعرفها سابقاً. هل تعلم أن أصغر عصفور في العالم هو عصفور الذبابة؟ هل تعلم أن أقصر وقت مسرحية في العالم بلغ 30 ثانية؟ هل تعلم أنه ليس للقمر غلاف جوي والجبال تغطي معظم سطحه؟ هل تعلم أن كمية الخبز الذي يلقى في سلة المهملات سنوياً من الفرنسيين هو 400,000 طن؟ هل تعلم أن المدة التي احتل فيها الصليبيون القدس هي 88 سنة؟ هل تعلم أن عمر القرد لا يتجاوز في المتوسط 30 سنة؟ هل تعلم أن أول من صعد إلى الفضاء هو يوري جاجارين؟ هل تعلم أن أذن اليسرى أضعف سمعة من أذن اليمنى؟ إلى هنا انتهت الحلقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناة Art of War.